شغلكم يحتاج تكريمكم اكثر من هيك، ولكن الحمد لله احنا سايين مع بعضنا، مجهودات المدراء المصارف، مجهودات المجلس البلدي، الجهات الامنيه كلها هي اللي بارك الله فيهم، مشكورين جدا على هذه المجهودات. وفي الختام هذه الكلمه، والله احنا راه انتم اشتغلوا واحنا معكم قلبا وقالبا بكل مجهوداتنا واللي عندنا، ومهما نكرموا ومهما زي ما قلت لكم ومهما نشكركم، فهذا راه جزء من المجهودات اللي قمتوا بها. بارك الله فيكم، مشكورين جدا 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 على هذه المجهودات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا نشكر المجلس البلدي ترهونة، ونشكر بهالمناسبة هذه بتكريم الجهات الأمنية والعاملين بالمصارف داخل ترهونة، فنشكر جزيل الشكر لجميع من كان في حماية هذه الأموال التي تصل إلى مدينة ترهونة، الجهات الأمنية بتنظيمهم لها وتسيير عملية السيولة لزبائننا الكرام في مدينة ترهونة. ونشكر جميع الموظفين اللي تعبوا معنا ومشوا سير عملية السيولة إن شاء الله، ونشكر طبعا رجال الإعلام اللي وصلوا هالمعلومة لجميع المشاهدين والمستمعين عن منطقة ترهونة. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نشكر السيد رئيس المجلس البلدي ترهونة، والسادة أعضاء المجلس البلدي، والأخوة العاملين في المجلس البلدي ترهونة على هذه البادرة الطيبة، من أجل تكريم السادة مدراء فروع المصارف التجارية بمدينة ترهونة، وكذلك السادة العاملين بالمصارف التجارية والإخوة العاملين بالغرفة الأمنية على المجهودات اللي قدمها من أجل تقديم الخدمة الجيدة للمواطن. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. فأولا نشكر المجلس البلدي ترهونة على هذا التكريم، ونشكر رجال الأمن الذين وقفوا معنا يد بيد من أجل حماية ممتلكات هذه المنطقة التي التمسنا من أعضاء هذه الغرفة الأمنية ورجال الدعم المركزي، التمسنا منهم التعاون معنا ومع الجمهور. وفي الحقيقة نشكر موظفين مصرف شمال أفريقيا ترهونة على المجهودات الجبارة التي يشتغلون طوال ساعات الدوام، وحقيقة نشكر أيضا المجلس البلدي على جميع التسهيلات التي قدمها لنا من أفراد حماية وحراسة، وشكرا. في البداية نشكر جميع الحاضرين، ونشكر كل الشكر المجلس البلدي الذي التمس لنا هذه المهمة واهتم بهذه مجهوداتنا الجبارة ومجهودات مدراء المصارف الذين كرسوا كل جهودهم في سبيل إرساء الأمن ودعائم الأمن والنظام في مدينة ترهونة الحبيبة، وفي تسيير المصارف بشكل منظم وبشكل رائع جدا. كما نكرر شكري الخاص إلى القوات المساندة لجهاز أجهزة الأمن من سرية الحماية والقوات المساندة لنا التي ساعدتنا في أداء مهامنا لتنظيم المصارف بشكل وتسيير المصارف والأمور الأمنية بشكل جيد وبشكل ممتاز. نكرر شكري لكل الحاضرين، ونكرر شكري للسيد عميد المجلس البلدي لاهتمامه بهذه إن كانت صغيرة في معناها، وإنها تعني يعني المعاني وتعني الاهتمام والاهتمام بمجهوداتنا الجبارة. ولازلنا في سبيل إرساء دعائم الأمن في مدينة ترهونة وفي ليبيا الحبيبة، نكرس كل جهودنا ونكرر دون كلل أو ملل، وذلك هذا ما واجباتنا التي تحتمت علينا ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.